تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث العاشرة. تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جباياتها بحق المواطنين وفي صدارة المشهد، وكذلك سرقة المصانع والشركات وآخرها ما يتعلق بشركة الأدوية ومصانع المياه والعصائر، تفرض جبايات تحت يافطات وعناوين عريضة منها صندوق المعلم أو دعم صندوق المعلم، لكن تثبت الأيام والأحداث بأن المعلمين لا يترقون شيئا من هذه الجبايات التي تستنزف الاقتصاد المحلي ورأس المال الوطني. اليوم سنتحدث عن طبيعة الميليشيا في جباية كل شيء تحت سيطرتها وخلفية هذه الطبيعة لدى الميليشيا وأضرارها على الإنتاج المحلي والمصانع والشركات الخاصة. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ منصور الغدرة الكاتب الصحفي، مرحبا بك ضيفي الكريم. أهلا حياك الله ومرحبا بك بمشاهدك الكرام. حياك الله ضيفي الكريم، سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة من حديث العاشرة، وحتى أيضا نستشرف هذه الحلقة أكثر نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزملاء ونعود لنبدأ الحوار. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ونعود من جديد. بعد أسبوعين من إضراب ملاك مصانع المياه والعصائر في صنعاء، خفضت ميليشيا الإرهاب جباياتها المفروضة على كل كرتون يباع إلى ربع المبلغ الذي فرضته قبل أسابيع. فهل رضخت الميليشيا بالفعل؟ أم استخدمت مع ملاك المصانع سياسة التخويف بالموت ليقبلوا بالحمى؟ لن تغير إجابته حقيقتين، حقيقة أن ميليشيا القتل والنهب لن تتغير، وحقيقة أن الفعل الشعبي يحقق الأثر، وأن تصاعد الغضب سيجبر الميليشيا على ما يريد الشعب. أما حقيقة الميليشيا العصية على التغيير وكما تجلت في مسيرة التكفير والتفجير والتدمير، فإنها تتجلى في جرائم نهبها القائم على معتقد خلاصته تجويع الشعب وإرهاقه بالجبايات باعتبار ممتلكاته حق للسلاليين من ناحية، وليبقى فقيرا تابعا لهم من ناحية أخرى. نهب لم تستثني منه الميليشيا مؤسسات عامة أو ممتلكات خاصة، والتي كان من آخرها شركات الأدوية التي نهبها الحوثيون وعملوا على السيطرة حتى على حسابات الموظفين في البنوك في مخطط إخضاع سينتهي كما يعرف كثيرون بإحلال طاقم عمل جديد من عناصر الميليشيا، وذلك مخطط يجري العمل به في جميع القطاعات، حيث استنساخ النموذج الخميني بإيجاد اقتصاد موازن يحل بديلا عن الاقتصاد القائم. ووفقا لهكذا مخطط، فإن التراجع خطوة للوراء من قبل الميليشيا يشير لخطوة مستقبلية تبتلع الميليشيا من خلالها المصانع بأكملها بعد أن ترتب أوراقها لتسيطر على قطاع المياه المعدنية كما سيطرت على قطاعات قبله. ولن تعدم ميليشيا النهب مبررات مكشوفة الكذب كصندوق المعلم الذي يموت من الجوع ويموت من ينهبون باسمه من التخمة، وبدون تحول الغضب الشعبي والرفض المجتمعي إلى موقع قوة يرفض كل جباية، سيبتلع الخمينيون الاقتصاد كله كما نسف السياسة. مرة أخرى مرحبا بكم مع مشاهدينا الكرام في حديث العاشرة. الجبايات التي تفرضها الميليشيا الحوثية على كل ما يقع تحت يدها وسيطرتها في المناطق التي تحتلها، موضوع هذه الحلقة من برنامج حديث العاشرة مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ منصور الغدرة. مرحبا بك أستاذ منصور. بداية، نشاهد هذه الجبايات التي لا تتوقف بعناوين ويافطات جديدة كل مرة، ما تفسير ذلك؟ طبعا الميليشيات الحوثية هي الجباية هذه، والنهب والاختلاس والسرقات لكل شيء أمامها، هو طبيعة مغروسة في هذه الجماعة من عهد قديم، حتى في عهد الأئمة كانت هي بالطريقة. لكن المشكلة أنه بالنسبة للتجار والمستثمرين، من كان يعتقد أنه يستطيع أن يستثمر أو يمارس التجارة يمتهن التجارة
في عهد الميليشيات فهو يعتبر فهو خاطئ، يعني خطأ التقدير. لماذا؟ لأن الميليشيات الحوثية هذا عهدها، عهدها بأنها تكون مسيطرة، تريد أن تكون مسيطرة على كل شيء، وهي بتكون مسيطرة على التعليم، مسيطرة، هي المتعلمة، هي الحاكمة، هي التاجرة، هي اللي تبيع لك السلع بالطريقة التي تريدها وبالأسعار التي تريدها ومتى ما أرادت ذلك، بحيث أن تكون دائما تابع لها. هذا هو طبيعة الميليشيات. في عهد الإمامة كانت حتى لمجرد الشاحنات حق الفرزات في الحديدة في الموانئ كانت مسجلة باسم الإمامة، ولا يمكن واحد يمسك عنده شاحنة، إذا عنده شاحنة وما عندهش تصريح من الإمامة لا يستطيع أن يمسك زام بشاحنته في الميناء في هذا. إذن تقصد بأنه هذه طبيعة متأصلة، هذه طبيعة متجذرة في منهجية وعقلية الميليشيا، عقلية هذه ولا قديمة تختلف عن الإماميين وأيضا النهج الشيعي هو أيضا جاب يمتلك كل شيء. هم يحتفظوا بالتعليم، هم يكونوا المتعلمين، هم يكونوا الموظف، هم اللي يكون المسؤول، هو اللي يكون يتكلم اللغة الإنجليزية، هو اللي يتكلم اللغة الفرنسية، هو اللي يتكلم، هو يريد أن يكون، يريد شعب جاهل لا يفهم، لا يفهم في التعليم، لا يفهم في التجارة، لا يفهم، يريد أن يكون جاوع، شعب جاهل جاوع. نعم. طيب ما آخر هذه التقليعات الحوثية؟ يعني سمعنا عن إضراب يتعلق بعدد من المصانع ومنها مصانع المياه وكذلك مصانع العصائر، وهناك أيضا أخبار تتحدث بأنه تم تعليق هذا الإضراب بعد أن طرت الميليشيا أو خضعت الميليشيا لتقليص المبالغ التي كانت قد فرضتها على كل كرتون أو على كل قارورة وهكذا. يعني حدثنا عن طبيعة هذا المشهد الأخير الذي يمثل مشهدا من سلسلة إجراءات قامت بها الميليشيا خلال السنوات الماضية. شوف، بالنسبة حتى مسألة الإضراب، حتى مسألة الإضراب، إذا أضربت أنت في وضع تحت وضع سيطرة ميليشيات، حتى وإن أضربت هم سيسيطرون على هذه المؤسسات وبيشغلوها لحسابهم لهم. نعم. هذا واحد. اثنين، لكن هم الآن لأنه نتيجة لما يجري من شد وجذب بين الحكومة الشرعية وبشان قرارات البنك المركزي ورفض الميليشيات ونقل مقرات المنظمات الدولية والبنوك من العاصمة صنعاء. نعم. لأنه التحويلات طبعا في الحالة هذه هم أرادوا الآن عملوا التخفيض هذا تحت الضغط، بس لأنه حتى لا يثبتون ما تقوله الحكومة اليمنية أن هؤلاء لا يريدون أن يستولون على كل شيء، يريدون يضايقون التجار ويضايقون المستثمرين. إذن أنت تعتقد بأنه تخفيض التخفيض هذا بس هو مرحلي وستعود الميليشيا لتمارس هجمتها بشكل أشرس، ستعود الميليشيا إلى معاودة إلى ما هو أبعد من ذلك. فممكن أنه في حال عادت رفعت عملة الأسعار هذه وقامت أصحاب المنشآت بتوقيف العمل والإضراب عن إنتاج هذه المصانع، ستضطر الميليشيات إلى السيطرة على هذه الميليشيات والتملك واستملاكها. نعم. لأنها تعتقد بأنه ربما هذه حالة عدائية تجاهها، أكيد أكيد، وبأنه تحدي لإجراءاتها، وبالتالي ربما ستنتقم بإجراءات أكيد. هذا أكيد أكيد. تعرف أنت أنه في فترة من الفترات حتى الإمامة كانت التجارة عيب، مركز التقسيم الطبقي كان في فترة من الفترات كانت التجارة من العيب، من العيوب، تحاول أن تروج هكذا بين القبائل. هذا من زمان، ايوه هذا قدم كان من زمان، هذه الحين الا بالفترة الأخيرة بعد الثورة قضي عليها، وإلا كانت قبل الثورة، قبل ثورة 26 سبتمبر
كانت عيب التجارة. طيب دعنا نعيد قراءة المشهد من جديد، يعني كيف بدأت الأمور وكيف تتصاعد؟ ونحن هنا لا نتحدث فقط عن شركات أو منتجات تتعلق بالمياه والعصائر مؤخرا، ولكن هذه السلسلة امتدت إلى شركات الأدوية التي قامت بالسيطرة عليها، ومن ضمنها الدوائية والعالمية والتي قامت بفرض الحارس القضائي عليها، وأيضا تريد اليوم أن تفرض سيطرتها وإدارتها على هذه الشركات. حدثنا عن تبعات ذلك وخطورة ما تقوم به الميليشيا بشكل يومي ضد المصالح الخاصة. طالما الميليشيات هذه وجدت من يرعاها في المجتمع الدولي، ستظل تمارس كل هذه الميليشيات. وقطاع الأدوية هي كان من ضمن من الأفكار الأهداف الرئيسية التي التي توجهت للسيطرة عليها لشركة الأدوية. شركة الأدوية هذه سيطروا عليها في فترة قديمة، وكانت لها وكالات ولها مصانع خطوط إنتاج. وسرقوا أيضا، إذا سمحت لي ضيفي، يعني سرقوا أيضا نسبة كبيرة خلال الفترات الماضية، لكنهم أيضا لم يقتنعوا بهذه النسبة واليوم سيطروا عليها بشكل كامل. هم القطاع الأدوية هذا مهم، هم حتى من مركزوا عليها من الشركة المؤسسة الدوائية، الهيئة الدواء الأدوية، وزارة الصحة، جابوا من العناصر الموالية للميليشيات، أو من العناصر التي تربأت داخل أحضان ما يسمى الشباب المؤمن زي طه المتوكل، وهذا معروف على تاريخه أنه عنصري. اشتغل على هذا، اشتغل في قطاع الأدوية، يعني بالسيطرة على قطاع الأدوية، في التهريب، في مضايقات، في أولا يمارس عليه الجبايات والإتاوات إلى حد أن يصل إلى الإفلاس. إلى وشركة والشركتين التي الأخيرتين التي سيطروا عليها بعد اعتقال موظفيها وبما فيهم النساء الطبيبات، يعني مدير مسؤولة الشركة، كان هو رد فعل لخط الإنتاج الذي فتح في عدن في العاصمة المؤقتة. هو كان فتحوا خط إنتاج في العاصمة المؤقتة، وبالتالي بعد ما فتح خط الإنتاج وهو سمحوا له يفتح الخط الإنتاج، وفتحوا له فتح خط الإنتاج، بعدها قالوا له لماذا فتحت ذريعة. لماذا فتحت خط الإنتاج؟ طيب نحن إذا أنتم فتحوا خط الإنتاج، وقالوا ليش فتحت خط الإنتاج؟ ما بشكل له حارس قضائي سيطر على الشركتين. وأيضا تم اعتقال أو اختطاف المسؤولين الشركات بما فيهم نساء. طيب إذا وكأنك تريد أن تقول للأستاذ منصور بأنه هذا المشهد ليس غريبا، أي يعني شخص لديه أموال أو أي جهة لديها شركات أو أي مجموعة لديها مصانع هي هدف سهل وطيع لدى الميليشيا، وهي تنظر إليه، يعني إذا لم تسيطر عليه اليوم ستقوم بالسيطرة عليه غدا. واسمح لي قبل ذلك أن أشرك معي الأستاذ حسن مغلس المحلل السياسي لأيضا نستكمل حوارنا معه ومعك ضيفنا الكريم. أستاذ حسن مرحبا بك، بداية بالحديث عن خطورة استمرار عمليات النهب الممنهجة التي تمارسها ميليشيا الحوثي وآخرها ضد المصانع والشركات الخاصة، ما مدى خطورة ذلك على رأس المال الوطني والقطاع الخاص؟ وأن لا يخفى على أحد أن الحوثي بعد انقلابه المشؤوم في 2014 فكانت أول أهدافه الاستيلاء على كل مؤسسات الدولة بعد أن استولى المؤسسة العسكرية. خلاص فتحت له الشهية واستولى على البنك المركزي واستولى على مؤسسة الدولة العامة. فالحوثي في النهب تمرحل، بدأ أول مرحلته مع القطاع العام، يعني أتم السيطرة على كل مقدرات القطاع العام من طيران، من اتصالات، من يعني كل إيرادات الحكومة التي كانت تعود إليها بالدخل، تم الاستيلاء عليها والتصرف بها وتحويلها إلى ما يسمى عنده بالمجهود الحربي الذي هو العدواني أساسا، ويسميه المجهود الحربي، ونقول المجهود العدواني على كل المحافظات وعلى دول الجوار والكل.
فالمجهود العدواني للحوثي يتطلب منه صرفيات كثيرة، فمن أين يغطي هذه الصرفيات؟ يغطيها من خلال الأموال القطاع العام، وإلى أن وصل به المقام الحال أنه يستولي على مرتبات المدرسين والمدرسات والأساتذة الجامعة، يعني تمرحل في هذه المسائل. فحين استولى على أيضا حتى منع المرتبات وشغل الناس بالسخرة، فالحوثي تطور يعني أو تمرحل كما نقول، وليس تطور، تمرحل بعملية النهب. فبعد أن قضى على كل مقدرات القطاع العام الرئيسية يعني ويستولى، فاتجه إلى القطاع الخاص، ومن هناك بدأ يمارس ضغطه على البنوك وعلى المصانع. ولا ننسى الشهر قبل شهرين أو شهر كذا هجم على المصانع يعني واعتقل مصانع الأدوية، تمام. واليوم يستولي ويهاجم مصانع المياه، مصانع المياه الغازية، يفرض عليهم ضرائب أو أساسا منع عليهم الرقم الضريبي. والسبب أنه قد تم يعني الاتفاق مع بعض المصانع، اضطرت للاتفاق معهم على أساس زيادة الأسعار فوق كل كرتون ما وكذا. وهذا الهدف من الزيادة هذه، هو يدعي أن هذه الزيادة ستكون في صندوق ابتكره الحوثي، وهو صندوق المعلم. لماذا صندوق المعلم؟ لأنه هو يريد أن يغطي ميزانية التعليم التي يأكلها هو، مع أنه فتح له الميناء والاستيراد واستيراد الغاز على أساس أن يغطي من دخل الميناء، يغطي مرتبات المعلمين. نعم، ما هو الهدف البعيد الذي ترمي إليه الميليشيا الحوثية من خلال ممارساتها المتكررة وعمليات النهب المتواصلة، وآخرها ما يتعلق بشركات الأدوية أو مصانع المياه والعصائر التي قامت بها مؤخرا؟ كما أشرنا أن الخطورة التي يعني أشرنا في السابق، هنا خطورة من هذا كل الأعمال، أنه عمليات استفراغ مقدرات الدولة كلها ومن خاص وعام إلى مجهوده العدواني الذي يسميه المجهود الحربي، وهو الحقيقة مجهود عدواني. طيب، ما الهدف من أنه يعني يقوم بهذه الأعمال؟ والآن محتاج إلى يعني يحتاج إلى أموال طائلة من أجل تغطية وأيضا تغطية كما يسمى المجهود الحربي، وأيضا تغطية رغبات المشرفين والقيادات وكذا. كلهم عندهم رغبات في بناء الأراضي، العماير، السيارات، السفريات، دي كلها من ظهر من ما في اعتبارات إنسانية أو وطنية أو شيء. ولهذا وعنده هدف خطير خطير جدا، من خلال تعطيل القوى العاملة من المدرسين ومن قوى عاملة في المصانع. الآن القوى العاملة في الآلاف في المصانع هذه، لو يعني الآن ضرب المصانع هذه أساسا، يريدوا تغيير القانون يفرض عليهم يعني أو مر إيقاف الرقم الضريبي الذي يتعاملون به. ثانيا، الزيادة الغير مبررة لكل المنتجات الذي بتعود أساسا بتعود مشكلتها على المواطن الذي يقول منهك أساسا، لأنه أي زيادة في أي كرتون في أي مواد تلقيان حساب التكاليف بيحولها على طول على ظهر المواطن. ولهذا الحوثي يهدم من هذا الكلام أيضا الإنسان الذي سيستقيم من عمله. أين سيذهب؟ على طول معسكرات الحوثي مفتوحة لهم، هناك المعسكر يستطيع أن يوفر هو للعسكري. يعني تخيلوا أنه يوفر للعسكري، مستعد يوفر له 2000 ريال سعودي وقائد وكذا، لكن لا يوفرها للمعلم. لماذا؟ هذا هو هدفه الأساسي، هدف عسكرة الناس لأغراضه الشخصية وطموحه الشخصي هذا الحوثي، تمام، ودون أي اعتبارات. وحتى الذين يقحمون في هذه المعارك ليس لهم دية، يرميهم في داخل الصحراء، فلحوا والحوش انتهوا، لا يبالي هو بهذا الكلام. لكن لماذا أنت تدفع؟ يعني الآن جند في خلال أزمة غزة كما يدعي 400,000 جندي، من أين تأتي بالمصاريف هذه؟ لماذا لا تصرفها على المعلمين؟ بحسب الاتفاق، والتصرف على المعلمين كان باتفاق على أساس أنه مقدرات أو مدخولات ميناء الحديدة، وهذا طبعا الأمم المتحدة تساعده في هذا، كل هذه الأعمال تساعده فيها الأمم المتحدة، لا شك في ذلك. ولا هي من فرض قانون فتح الميناء
ويسدد المرتبات من 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 مدخولات الميناء، ولكنه لا يسدد، مع أنه يكسب عشرات المليارات بل مئات المليارات من داخل الميناء، من الريالات من ميناء الحديدة. ومع هذا ولهذا الحوثي عنده هدف رئيسي، هو يريد جنود لمعركته ومحارقه، وهذا الجنود يتم استقطابهم من خلال تفريغ القوى العاملة من المؤسسات الرسمية التربوية الصحية مصانع كلها، والكل يتوجه إلى معسكرات الحوثي. حياكم الله. جزيل الشكر أستاذ حسن مغلس المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أستاذ منصور، إذا ما هي خيارات هؤلاء أصحاب الأموال صراحة المستثمرين؟ في ظل وجود هذه الميليشيات لا يمكن أن يكون هناك استثمار أو هناك قطاع تجاري خاص يعمل في ظل حكم وسيطرة هذه الميليشيات. نعم. ومن يعتقد أنه يستطيع أن يقع تاجر أو أن يقع مستثمر أو أن يقع صاحب من البيوت التجارية في ظل هذه الميليشيات فهو غبي. الميليشيات منذ زمان هي تخطط للسيطرة على القطاع التجاري والقطاع بشكل عام. وأول ما دخلت صنعاء بدأت تركز، سيطرت على أول حاجة المؤسسات الإرادية داخل الحكومية، ثم انتقلت بعد للقطاعات، وزعت هؤلاء الناس وزعتهم على القطاعات التجارية منها الأدوية، وكله ركزت على بالذات ركزت على الأدوية، على الحبوب، على المنتجات السلع الأساسية. ولهذا من يعتقد إما أن يعمل الكل ضد هذه الميليشيات، وفي تقديم شكاوى وشكاوى بهذه الميليشيات من الانتهاكات الاقتصادية والانتهاكات الحريات الاقتصادية. لمن تقدم الشكوى؟ تقدم الشكوى للمنظمات الدولية. صحيح أنهم مسيطرين على حتى المنظمات الدولية مسيطرين عليها، لكن تحت ممارسة هذه الضغوطات البيوت التجارية إذا مارست هذه الضغوطات على هذه داخل المجتمع الدولي، داخل المجتمع الإقليمي، داخل البيوت الإقليمية، سيستطيع أن يفعلون شيء. نعم. مثلا زي البنوك التجارية الآن الذي هي موجودة الستة، الذي تريد أن الذي تعمل تحت مظلة الميليشيات الحوثي ولخدمة مشاريع وأجندات الرئيسية في العاصمة صنعاء، عليها كان مفترض أن تقدم. صحيح أنها تعاني من ضغوطات، لكن لا يعني هذا عليها أن كانت تقسم، توزع أدوارها. المناطق الشرعية تفصل، تعمل لها مركز رئيسي في المناطق الشرعية، بقت إذا كانت حانبة من الحوثي، إذا كانت واضعة تحت ضغط الحوثي وجالسة هناك تحت ضغط الحوثي ولم تستطيع تتحرك، تخلي الفرع اللي عندها، لكن تسحب المراكز المالية، المركز المالي، تخلي رئيسي. المركز المالي تنقله لأي محافظة. نعم. تحت محررة. لكن أستاذ منصور، يعني البعض أيضا يقول رأس المال جبان، هو رأس المال جبان، وليس في كل تخوف كبير من أي ردة فعل تقوم بها الميليشيا، خاصة أنها لا تتوانى عن يعني شوف الميليشيات عصابات. أنت شوف الميليشيات، أنت معك مال تحت الميليشيات، هذا غسل يدك منه. إذا عندك رأس مال أنت هنا، أنت في الحالة هذه اليوم أو بكرة، لازم أن تفكر من البداية. من يعتقد أن الميليشيات ستسمح له أن يمارس تجارته منذ أن دخلت العاصمة، اقتحمت العاصمة صنعاء، فهو يعتبر، أنا ما أعتبره تاجر، أعتبره غبي. يفكر بغباء. إذا كانت الميليشيات ستسمح له أن يمارس هذه تجارته هذه فهو غبي. وبالتالي على كان يفترض بالجميع أن ينتقل، يتحرك تدريجيا، وعاش سنوات كانت كافية لنقل جزء من المال حقه. هل الوقت لا زال مواتي لهذه القطاعات؟ هو أكيد في لهم خطوط رجعة، أكيد هذه كل البيوت التجارية عندها. أنت تعرف أنه الحادثة الذي حصلت للكابوس قبل سنة،
يعني قبل سنة، هذه كانت هي واحدة من الأشياء، أيوة من الأشياء التي تريد أن تسيطر الميليشيات على هذه الشركة، لأن الشركة أصبحت شركة غازية المنطقة العربية كلها، الشرق الأوسط كله تحت، أصبح في جودة الشاي حقها، أصبح حتى الميليشيات كانت طيب. تريد منها أن تأخذ منها السر في التركيبة الكيميائية للشاي، ماذا تعمل للشاي، وما سمحوا لهاش. نعم. ولهذا هي دمرت الشركة بالطريقة هذه. نعم. طيب أستاذ منصور، يعني البعض يقول بأنه هذا الموضوع يحتاج بالفعل إلى تحييد، يعني أن نظل نحيد الاقتصاد عن أي مهاترات سياسية وعن أي عبث تمارسه هذه الميليشيا، لكن ليس باليد حيلة خاصة في هذه المرحلة. لا باستطاعة هذه القطاعات أن تقوم به خلال لا يمكن. الاقتصاد هو أساس السياسة. معك اقتصاد فأنت معك سياسة، لأنه لا يمكن أن تفصل بين الاثنين. نعم. الاقتصاد هو أساس مبادئ أساسية للسياسة. إذا لم تكن عندك اقتصاد وعندك نفوذ اقتصادي لا تستطيع أن تعمل شيء. ما كل العالم يشتغل على الاقتصاد. احتلت اليمن من بريطانيا قبل 150 سنة، احتلت اليمن بالعامل الاقتصادي، الموقع الاستراتيجي والاقتصادي لمينا عدن، وهو هذا على هذا الأساس الناس يشتغلون ينطلقون من الاقتصاد إلى السياسة. طيب كيف تحاول الميليشيا أن يعني تظهر وكأنها الميليشيات تريد أن تبني لها إمبراطورية اقتصادية تشرعا لمثل هذه الممارسات؟ كيف تحاول أن تغلف هذه الممارسات عبر القول بأنها يعني تقوم بإجراءات إما لصالح المعلم أو إجراءات قانونية بتشريعات من مجلس النواب الذي تسيطر عليه؟ يعني كيف تحاول أن تسوغ مثل هذه الإجراءات التي تقوم الميليشيات لا تعمل بقوانين. الميليشيات معروف أنها لا تعمل بقوانين. الميليشيات هي ميليشيات فوضوية تتعامل بالفوضى بكل، وأنت إذا كنت تنتظر أيضا أن تنتظر أن تطبق عليك قانون أو تخاطبها بقانون فهذا خطأ، لأن الميليشيات لا تتعامل بقانون. حتى المجتمع الدولي لما يجي يتخاطب مع الحكومة اليمنية يقول لهم أنتم حكومة وأنتم ميليشيات. طيب ليش طيب الميليشيات ليش الميليشيات هي لها كل شيء وما عليها ولا شيء ولا عليها التزامات وبالتالي هنا الميليشيات لا تتعامل بالقوانين ولا تعرف بالقوانين. وجودها أصلا خطأ في خطأ. نعم. وجودها من الأساس خطأ. والمعلم صندوق المعلم الذي يهبر فيه هذا شقيق زعيم الميليشيات حير حوثي 32 مليار العام الماضي، 600 مليون طيب. جمعها ولم يصرف ولم تذهب للمعلمين. هذا هو محور الحلقة الثاني. أستاذ منصور الغدرة الكاتب الصحفي سنتحدث أكثر عن هذا المحور والدعايات الحوثية واليافطات التي ترفعها لممارسة المزيد من الضغوط على التجار وأصحاب المصالح والشركات. مشاهدينا الكرام، سنواصل النقاش مع ضيفنا الأستاذ منصور، لكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في حديث العاشرة. جبايات الميليشيا الحوثية التي تفرضها على الشركات المصانع وكذلك المؤسسات والمنظمات تحت يافطة دعم صندوق المعلم أو ما بات يعرف اليوم بصندوق يحيى الحوثي. سنتحدث في محورنا الثاني في هذه الحلقة مع الأستاذ منصور الغدرة الكاتب الصحفي. إذن أستاذ منصور، الميليشيا الحوثية مع صفقتها ومع ما تمارسه على الناس من إنهاك وقطع لرواتبهم تقوم باستغلال معاناتهم وتنشئ مثل هذه الصناديق، وبعد ذلك يعني تقوم بجلب هذه الجبايات وإنهاك أيضا المصانع والقطاع الخاص عبر كثير من الأطر، الضرائب، الزكاة، عاشوراء، الخمس وغير ذلك من الموارد التي تستجلبها. وبعد ذلك أيضا لديها صندوق خاص يسمى صندوق المعلم أو صندوق يحيى الحوثي. هل بات اليوم أحد يصدق بأنها
بالفعل يعني تدعم الناس أو تدعم المعلم بدرجة أساسية؟ لا، هي طبعا هذا قد نقول لك ابتكار وسائل تجميلية نافذة جديدة باسم صندوق باسم المعلم، بعدما الضغوطات التي كانت تمارس على تأتي من المجتمع الدولي من المبعوث الأممي من الشارع على وضع المعلم المدهورة، أن المعلمين صاروا يرثى لهم، يعني حتى يروح يعمل يروح للمدرسة يعمل بأمر من الميليشيات تحت الضغوطات الميليشيات، ولم يستطيع يروح على سيرا ويعود سيرا. نعم، ولأنه بدليل وضعهم المعيشي الصعب. لو ميليشيات الحوثي جمعت، قد نقول لك جمعت في العام الماضي لصندوق المعلم 32 مليار 653 مليون ريال، ولم تصرف منه إلا نصفي راتبين، يعني على مدار السنة كل ستة أشهر، كل ستة أشهر نصف راتب. نصف راتب كم هو؟ 30 ألف 35 ألف بالحدود هذا. طيب الوضع هي تريد أن تخترق جزء من ما يطالب منها باتفاقيات الاستوكهولم، على ان ميليشيات الحوثي على دفع رواتب، وهي تريد ان تقول نحن ندفع رواتب للمعلمين وبهذا نحن ندفع رواتب للمعلمين، وهذا غير صحيح. نعم، وهذا مغالطه ولا توصل الى هذه، يعني حتى النصف الراتب تتمنى لو لم تدفعه، لانها فقط بس تستخدمه على اساس تقول انه مواردنا قليله. ايوه، ونحن نستطيع دفع كافه الراتب. ايوه، ولو جينا نجمع الموارد الذي جمعت العام الماضي ب 23 وصلت الى قرابه 7 تريليونات. 7 تريليون جمعتها الموارد من المؤسسات الحكوميه، المؤسسات الايراديه الحكوميه. نعم، بحدود 7 تريليون. الاتصالات، كل الاتصالات، الجمارك، النفط، فارق الأسعار، الغاز كله هذا، حتى بما فيها الرسوم النظافة، الرسوم، كل شيء. إذن هل يعقل ضيفي الكريم بأن الميليشيا يعني تريد أن تنهب كل أموال الشعب؟ الميليشيا تريد أن تبني إمبراطورية اقتصادية خاصة بها، دولة بجنب دولة اقتصادية جنب الدولة، جنب اقتصاد على أنقاض الدولة، على أنقاض الدولة. حتى تأتي مستقبلا إذا في مفاوضات، في ضغوطات، تكون عندها كيان اقتصادي يمولها. طيب، يبدو أستاذ منصور بأنه كثير من هذه الشركات، يعني خاصة أنه وصل الحال إلى شركات المياه التي لها يعني سمعة وتاريخ طويل في المجال، وصلت إلى حالة من يعني الشعور بأنه لا جدوى مع هذه الميليشيا، مع كثير من الضرائب وكثير من الجبايات التي فرضتها خلال السنوات الماضية، وأصبحت العشرين على كل كرتون كأنها القشة التي قسمت ظهر البعير. طبعا الشركات هذه تعاني منذ 2014، من حين سيطرت ميليشيا الحوثي على مفاصل الدولة في العاصمة صنعاء، وهذه الشركات والمصانع تعاني، لكن يفترض بها أيضا أن تبحث لها عن خطوط إنتاج أخرى، لكنها مثلا زي مصنع شملان راح بدل ما يروح يبحث له عن خط إنتاج في مناطق الشرعية، راح يتوسع في فين؟ توسع في الحديدة، في مناطق سيطرة الميليشيات نفسها. يعني يتحصلوا، يقتحمونه أكثر من مرة، يقتحمون المصنع أكثر من مرة، ينهبوا ما نهبوا منه، فضلا عن يعني ما يستجلبوا لكثير من ندواتهم وفعالياتهم. أكيد هذا رغم هذا عدو كمان، هذا من أي مشرف صغير راح حوثي يعني يحتاج معه يشتي عروس ولا يشتي مصاريف ولا يشتي ذا، يروح يدخل المخازن نهب له المصنع وراح. وهذه عندما تشتكي، ويقول لك عندما تشتكي، الآن نتكلمهم ويقول لك عندما تشتكي، إذا كانوا رب البيت ناصر. طيب أستاذ منصور، إذن
أنت ذكرت بأنه لا خيار أمام هذه الشركات والمؤسسات والمصانع ما في ابتكار خطوط إنتاج خارج مناطق السيطرة. أيوة الكوية. هذا المفترض تكون تبحث لها عن مكان عن بديل، يعني عن بديل خطوط. لكن الكلام سهل بيقول لك يعني كثير من المتابعين، يعني الحديث سهل اليوم. لا هو هو إنشاء ربما مصنع من جديد في منطقة أخرى وترك ذلك المصنع للميليشيا الحوثية مشترك، يعني بس أقل حاجة يعني خفف نشاطك، وبعدين هو بالنهاية إذا استمر الوضع على هذا الحال سينتهي المصنع، هو واقف يا أما سينتهي إما بالدمار أو سينتهي بسيطرة الميليشيات عليه بشكل مباشر يا بهذه يا بهذه، وهو في لأنه إذا الحل ما هو. طيب الحل الحل هو إنك إما أن تقوم ثورة على هذه الميليشيات، أن يعني يجتمع الناس الكل يكونوا مجتمعين، لكن لما تجي لي المسؤول ماسك الغرفة التجارية الذي حق الذي كانت غرفة تجارية لا ماسك لهم ماسك لين ميليشيات، غرفة الصرافين مدري جمعية الصرافين ماسك لها الميليشيات والموجودين الأسماء الذي تدير هذه الجمعية موجودة بقائمة الإرهاب، إن من ضمن الشخصيات التي هربت السلاح أو مولت السلاح أو دفعت نقلت فلوس باسم السلاح إلى الخارج لميليشيات الحوثي. نعم. طيب أستاذ منصور، البعض يقول بأنه ما لم يكن هناك موقف مشترك لكافة القطاع الخاص ولكافة الشركات في هذه المرحلة فإن الميليشيا ستستفرد أو ستقوم ب يعني استهداف كل شركة على حدة وكل مصنع على حدة وكل مؤسسة على حدة. أكيد هذا بقدوه من البداية. الميليشيات ركزت أن تنفرد بكل بالأفراد أولا بالشركات، تستفرد بها شركة شركة وفرد فرد. وبالتالي هي كما تفعل مع القبائل، تستفرد بقبيلة على كل قبيلة على حدة، والمناطق تستفرد بكل منطقة. هذه سياسة، سياستها أن الاستفراد حينما عندما تفككت أي تكتل يوقف ضدها أو تتوقع أن يظهر مقاومته لها، تفكفك هذا التكتل وتشتغل كل قبيلة ولا كل كيان لحاله حتى يتم القضاء عليه، ويضعف بعدين هو يسلم. طيب أستاذ منصور، سنواصل الحوار، لكن اسمح لي قبل ذلك أن أشرك معي الأستاذ فؤاد بارابود، مسؤول شؤون المعلمين في نقابة المعلمين اليمنيين. مرحبا بك أستاذ فؤاد. بداية بالحديث حول هذه الجبايات التي تفرضها الميليشيا الحوثية تحت شعار أو يافطات بأنها يعني توجهها للمعلمين، هل بالفعل يتم استغلالها لمصلحة المعلمين؟ يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله قناة سهيل، هذه القناة المتميزة التي دائما ما تسلط الضوء على القضايا الساخنة والتي تهم الشعب اليمني. حقيقة الميليشيات الحوثي بعد أن سيطرت على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014 وانقلبت على مؤسسات الدولة وهي تحمل أفكار نهبوية وتحمل أفكار إرهابية مدعومة من الفارسي، من العدو الفارسي الإيراني المجوسي مع الأسف الشديد. وما يندل له الجبين هو أن وصلت المعاناة إلى التعليم، فانتهكت التعليم، انتهكت المناهج الدراسية، انتهكت المقررات الدراسية بتغييرها وبإجراء تعديلات كبيرة وتغييرات كبيرة بما يوافق فكر هذه الجماعة المتناقض مع ديننا الإسلامي والمتناقض مع مجتمعنا اليمني والمتناقض مع أصول الإنسانية العالمية التي العالم كله أجمع على أنها قضايا أخلاقية إنسانية، فهي لم تترك شيئا إلا ودخلت وعبثت فيه.
فالتعليم عبثت به عبثا كبيرا، حتى أصبح المعلم لأكثر من 9 سنوات لا يتقاضى مرتبه، وهو المتطلبات الأساسية حتى يستطيع أن يلبي بعض المتطلبات الرئيسية للمعيشة. فميليشيا الحوثي، ميليشيا إرهابية، ميليشيا قضت على الأخضر واليابس، قضت على حتى الاحتياطي المركزي في البنك المركزي، تم نهبه، تم نهب الشركات الخاصة، تم السطو عليها، وما نسمعه اليوم تحت مبررات دعم التعليم ودعم صندوق التعليم كلها عبارة عن مصوغات يفتعلوها ويصطنعوها حتى يجدوا قواعد أخرى وملفات أخرى للاقتتات من الاقتتات بها، ومعاناة وتزداد وتتضاعف معاناة الشعب اليمني والمعلمين على وجه الخصوص. نعم، ما مدى قدرة القطاع الخاص على مواجهة التغول الحوثي الذي يستهدف هذه المصانع والشركات، وما دور الحكومة الشرعية في ذلك؟ يعني هل يمكن للحكومة الشرعية أن يكون لها أي تدخل لإنقاذ هذه المصانع والشركات التي يتم سرقتها من أجل المعلمين، يعني كشعار فقط، ولكن لا يتم دعم أي معلم؟ الأصل في القطاع الخاص وكل من له تجارة خاصة يديرها هناك في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي أن يكون له موقف مهما كانت الظروف، لأن من المستحيل أن أعمل وأتاجر وأحافظ على تجارتي بينما عصابات تستهدف التجارة وتستهدف القطاع الخاص، والقطاع الخاص اليوم أصبح هو الدافع الرئيسي للاقتصاد الوطني، خصوصا بعد غياب مؤسسات الدولة لدى ميليشيات الحوثي. القطاع الخاص هو المتنفس البسيط يعني الذي من خلاله يستطيع الشعب اليمني ويستطيع الناس هناك أن يحصلوا على لقمة العيش، وأن ربما هو الوحيد الذي لا زال يدفع مرتبات الناس في تلك المناطق. وأكثر من 80% من سكان الجمهورية اليمنية يعانون الأمرين تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وأغلبهم موظفين في القطاعات الخاصة، لأن القطاع الحكومي أصبح مستحوذ عليه ميليشيا الحوثية وعصاباتهم في المسيطرة وعصابات المسيطرة على كل قطاعات الدولة هناك. فالقطاع الخاص حقيقة لا بد أن يكون له موقف من تلك العصابات باتخاذ إجراءات تتناسب مع توجهات الحكومة الشرعية، خصوصا بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي والتي أوجعت الحوثيين. وسمعنا صراخ ونعاق زعيم الميليشيا بتهديداته لدول الجوار، وبتهديداته باستئناف المعارك العسكرية، وبتهديداته بأن يقضي أو أن يستأنف الأدوان المسلحة على الشعب اليمني، وأن يستفز الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات، وذلك بعد القرارات الأخيرة من تجميد العملة السابقة وسحب أيضا وتوقيف التعاملات الخارجية والسوفيت المركز المالي التي تتبع البنوك التي أعلنت الحكومة الشرعية بضرورة نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، ومزاولة نشاطها التجاري من عدن، حتى يتم التضييق على هذه العناصر المسلحة، العناصر الإرهابية التي لم تترك شيئا للشعب اليمني إلا ونهبته إلا، والشعب اليمني يعاني من تلك الأضرار. فاستهدفت المصانع، استهدفت الشركات، استهدفت القطاع الخاص والحكومة الشرعية. نحن حقيقة من هذا المنبر نطالب الحكومة الشرعية أن تتمسك بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي، وأن تقف بجوار المحافظ البنك المركزي اللي هو الأستاذ أحمد المعقبي، الذي اتخذ قرارات حاسمة وصارمة في المعركة الاقتصادية مع الحوثي. وأنا أتوقع حقيقة إذا استمر هذا الضغط الاقتصادي على ميليشيا الحوثي ستذعن إلى السلام، وستذعن إلى سلام عادل يرضي كل أطراف الشعب اليمني جنوبا وشمالا وشرقا وغربا. وإن شاء الله المبشرات واضحة،
ويحتاج إلى تماسك الشعب اليمني خلال أحزابه ومكوناته، وأن يلتف الشعب اليمني حول تلك القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي لإيقاف النزيف الذي يستهدف الاقتصاد الوطني في البلاد. جزيل الشكر أستاذ فؤاد بربود، مسؤول شؤون المعلمين في نقابة المعلمين اليمنيين، شكرا جزيلا لك. أستاذ منصور، كانت الميليشيا تدعي بأن هذه الشركة أو الموظفين في هذه المنظمة مثل منظمة بروجي تبع الحرازي الذي أصبح اليوم محكوم عليه بالإعدام، وهو شخص يعني ليس له أي تهمة ولا أي مشكلة، يعني كانت من قبل تقول العدوان وهؤلاء متواطئين مع العدوان، اليوم ما هي التهمة التي تلصقها على هؤلاء الذين تستهدفهم؟ شوف، أنا بالنسبة بالذات الحرازي، هذوم الناس كلهم الآن الذي معتقلين عند ميليشيات الحوثي، هذوم كلهم هم موظفين حقها، هي اللي وظفتهم في المؤسسات في المنظمات الدولية. الحرازي عدنان الحرازي هو كان أحد الأذرع الحوثيين، والشركة هم سيطروا على الشركة، الشركة هذه لعبت في تحويلات مالية تابعة للمنظمات الدولية، الماليات حولتها هي الميليشيات، وبالتالي هم فؤاد عدنان الحرازي مزوج صفاء المؤيد، يعني عدنان الحرازي هذه هم الاسم تمويه فقط، ولا هو الآن عليه بالحكم الإعدام. ليش حكم الإعدام؟ لأنه اشتري المنظمة حقه، المؤسسة الذي حقه كانت لها يعني دور كبير في تنسيق، أكيد هذه كانت عاملة اخطبوط، كان شغالة اخطبوط مع المنظمات الدولية في التنسيق في الحوالات النقدية للمساعدات، اشتغلت بملايين الدولارات. وبالتالي هم الآن يسيطروا عليها لأن معها رصيد، هو اشتغلت وخدمتهم. طيب ما هي وطبعا الحوثي بعدما تنجز له مهمة، بعد ما يستغني عنك ممكن يمارس عليك حكاية الإعدام وأحكام الإعدام، هذه ممكن يعمل عليك لا، وأنت قد خدمته. هذا عدنان الحرازي هو خدم، كان يخدم الميليشيات، خدمها كثير جدا، واليوم يصدر حكم الإعدام. موجة كبيرة يعني من الاختطافات التي قامت بها الميليشيا في داخل المنظمات، هذه كلهم المنظمات، هذا في الداخل الذي توظفوا في المنظمات الدولية حوالي 34 موظف الأمن محتجزين، لا هم الذي وظفتهم هي اللوبي داخل المنظمة الدولية داخل الأمم المتحدة. لدرجة أن الأمم المتحدة تطالب لا تستطيع أن تلزم ميليشيا الحوثي بالإفراج عنهم، رغم أنهم أن المنظمات هذا الناس اشتغلوا داخل المنظمة لصالح الميليشيا. مكنوها من الميليشيات. الآن هذا ما يجري، الآن ما يمارسه المبعوث الأممي من ضغوطات على الحكومة بالتراجع عن قراراتها بفرض بالتراجع عن قرارات سيادية لها شخصية الدولة المعترف بها، الشرعية الدولية المعترف بالدول، شرعية الدولة المعترف بها دوليا. لا يستطيع أن يقول لميليشيات، يفرض يجي يراجع الآن على ميليشيات الحوثي، هو في نفس الوقت لا يستطيع أن يقول لميليشيات الحوثي اطلقوا الموظفين حقي. الآن في موظفين مكتبه الآن هو شغال، مكتبه شغالين هم وظفوهم. وظفوهم هم الأمم المتحدة هي وظفتهم، ولم نجد الصوت العالي ما فيش ما فيش صمت كي يتم الإفراج عن هؤلاء الموظفين الذين لا يمارس ضغوطات، ينقذ الميليشيات. نعم. ينقذ الميليشيات من جراءات اقتصادية. حتى أيضا نعود إلى السياق الرئيسي بالنسبة لي الحديث عن هذه الشركات والمصانع، هل لدى الحكومة خطط للتعامل مع سيناريوهات القمع وسيناريوهات أيضا الجبايات المتواصلة ضد هذه المصانع؟ هل يمكن أن نقول بأنه لدى هذه الحكومة خطط بديلة لهذه المصانع بحيث أنها تفتح لهم المجال للاستثمار في هذه المناطق، أم أن المستثمر وصاحب هذا المصنع سيرى بأنه البيئة غير مواتية سواء هنا أو هناك؟ طبعا الحكومة هي إذا لم توجد لهذا ولا الناس بدائل، فرص استثمارية، فرص بيئة مناسبة
لذا لا تستطيع، لكن أيضا يتطلب من هؤلاء الناس أن يتعاونوا وينسقوا مع الحكومة في هذا الموضوع، وأن يبادروا بأنفسهم، وأن يبادروا يطرحوا بادر. بعدين لا ينسوا أنه هناك بتكون في تضحيات أيضا في تضحيات، أنت ممكن تضحي عند الحوثي، لكن أن تضحي باستمرار عند الحوثي قد تنتهي، لكن في بالمناطق في أنت تعمل أفضلية، أفضلية للتضحية، أي هم أقل خسارة أقل تضحية، فمناطق الشرعية قد تتعب شوية، لكن بالنهاية أنت بتستقر. نعم. وبالتالي تحت إشراف دولة. وأنت أفضل لك أن تكون تحت دولة ولو بخسارة، أفضل مما تجلس تحت ميليشيات وأنت خسران على طول، وأنت ستخسر كل شيء في أيوة المستقبل. بالنهاية بتخسر كل شيء. نعم. طيب دور الحكومة في هذا الأمر يعني ما؟ والله الحكومة الآن الحكومة الآن عليها إذا تشتي أن تكون أن تنجح في استقطاب هؤلاء الناس، عليها أن توفر الأمن في المناطق المحررة. أول حاجة أن توجد مؤسسات الدولة، أن توجد القانون، وعليها ولكي تتم تسير في هذا الاتجاه عليها أولا أن تنفذ قراراتها، قرارات البنك المركزي. نعم. لهنا تثبت إخلاصها، تثبت قوتها وثقتها لدى المواطن أنها لا تزال فيه هناك دولة. نعم. وقرارات البنك المركزي لابد أن تعبر ولابد أن تسير فيها ولا تنفع الضغوطات، لأن الضغوطات الدولية الماضي في قرارات، بكرة في تسليم، بكرة بتسليم للحوثي. نعم. قرارات دولية، ضغوطات إقليمية، ضغوطات دولية، هذا لا يمكن أن نضحي بضغوطات، أن نضحي بالمواطن مقابل أننا أخدم الميليشيا. وضحت. طيب أستاذ منصور، خلق بيئة، خلق نموذج اليوم في هذه المناطق، مناطق الشرعية، أيضا إتاحة الفرص أمام المستثمرين والقطاع الخاص من أجل بالفعل أن ينتقل طواعية من مناطق سيطرة الميليشيا، وهو مجبر أن يغير البيئة التي يوجد فيها حاليا، لأنه كما ذكرت المستقبل لا يبشر بخير مع هذه الميليشيا، وستستفرد به وستقوم ب يعني نهب كل شيء على كثير من هؤلاء التجار والمستثمرين. إذن ما هي البيئة النموذجية والمثالية التي يجب على الشرعية أن تخلقها في هذه المناطق كي تستقطب رؤوس الأموال وتعود إلى هنا؟ شوف، البيئة الأمن، القوانين، يكون هناك أن تلغى الملشنة، أن يتم تطبيق القوانين والعمل بمؤسسات دولة. نعم. مؤسسات دولة هذه في المناطق المحررة، لأنه هذا المستثمر وهذا التاجر الذي بيهرب، هو بيهرب من بيئات ميليشية، من بيئات ميليشية، فلا يفترض به أن يأتي إلى أن يلقى بعض الممارسات تصرفات فردية. طيب. اختطاف، اعتقال، هدم، لا، هذا مش صح. هذا جانب. الجانب الآخر، على أيضا السلطات المحلية في المحافظات أن تنظر لبعد، لما أن تنظر برؤية بعيدة المدى وتقدم تسهيلات أيضا. أيضا تقدم أن فليس هذا بمعنى أنه أتى من محافظة الفلانية أنا مشتوش، لازم أنا أكون أصحاب المحافظة حقهم الذي يستثمر، هذا مش صح، لأنه لازم يكون في رؤية، أن تكون السلطة نفسها، السلطات المحلية متعاونة مع الحكومة في إيجاد بيئة وجاد أمن وبيئة وديمقراطية وبيئة أمنية. نعم. بيئة استثمارية صحيحة. شكرا جزيلا لك أستاذ منصور الغدرة الكاتب الصحفي، شكرا لك على تواجدك معنا وعلى هذه الشروحات المتعلقة بهذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله في حلقات مقبلة. شكرا. إلى اللقاء. شكرا.